السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي. اليوم راح نعطيكم وصفة جديدة، هي طباخ روحه أكلة شامية. راح أعملها على طريقتي أنا، حاط فيها لحم، في ممكن نستخدم الخضار بدون اللحم. أنا هاي طريقتي بطبخة وتحضيرة، والمقادير كما ظهر معكم على الشاشة. هذا الشكل النهائي، مكوناتها كوسة، طماطم مقطعة ومقشرة، باذنجان. أنا اخترت هنا في تحضير الوجبة دي فيلي اللحم، فلفل أحمر، ممكن حار أو ممكن بارد على حسب إحنا ما ناكل، نعناع مجفف، فلفل أسود والهيل. نبدأ بأول شيء بزيت زيتون، نضع فيه البصل، استمر في تحريك البصل حتى يذبل. بعدها راح نضيف اللحم، أنظركم المقادير تكون واضحة معاكم أكثر. الكوسة، الطماطم، والباذنجان. نستمر بطبخ البصل حتى يذبل، نضيف عليه اللحم، نستمر في تحريك اللحم مع البصل. بعد وضع الكوسة نحركها، نضيف عليها التوابل أو البهارات، اللحم، نضيف الفلفل الأحمر مثل ما حكيت لكم سابقا. ممكن استواء اللحم نضيف عليه الكوسة، وراح أضع الفلفل الأسود مع الهيل المطحون. أضفنا الكوسة، نضيف عليها الطماطم لكي تنطبخ مع الكوسة واللحم. مثل ما لاحظتم أنا تركت الباذنجان ما وضعته لكي لا ينطبخ ويذهب شكله. وضعت الباذنجان آخر شيء عند طبخ الطماطم وتأكد من الكوسة. أنا ضفت الباذنجان، حبيت أخليه آخر شيء عشان ما إنه يروح بالطبخ، وما راح يبين معانا بالطبخ. شكل الخضروات ما بتصير شكلها حلو بالطبخ. استمر في طبخ الخضروات حتى الانتهاء. انا اخر شيء راح احط الثوم مع النعناع المجفف اخر شيء. تحريكة خفيفة، تأكدنا انه خضرواتنا انطبخت، الباذنجان انطبخ لانه وضعناه اخر شيء. أنا مقرب لكم الصورة عشان توضح لكم أكثر. وهذا أخواني هذا شكل النهائي عند تقديم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى الوصفة تعجبكم إن شاء الله.